بحي التحرير بتونس. احنا مشينا على عين المكان اليوم الصباح وحكينا مع صاحبة الشقة واللي هي حكيت لنا شوية معناتها على الوضعية شنو اللي صار معاها. وبالنسبة للشقة هذه هي على وجه الكراء لفترة تقريبا أكثر من 35 سنة. هات نسمعوا شنو حكيت لنا على اللي صار البارح ونرجع للتعقيب. عسلامة مدام. عسلامة. صباح خير. صباح خير. شنو اللي صار بالضبط في حكاية الوضعية متاع السكن متاعك للسور؟ شنو اللي صار بالضبط حكينا؟ جاوني البارح على غفلة باش يهدوا لي السوق اللي هو أنا عندي 40 سنة ساكنة لهنا، اللي هو مبني من عام 1993. 12 جار مش حابين على السور يتهدم، اللي هو حاميني أنا مرأة رجلي ميت وعندي زوز بنات، معناتها باش يتكسر السور باش نقى روحي في الكياس. اللي هو جاء باسمي انا كاريه ماهينيش مالكه ومانيش عارف جاء انا نسكن في شقه عدد 2، جاء باسمي انا قرر الهدم شقه عدد 2. انا مانيش فاهم حد شيء ماني فاهم. جاوا باش يهدوا لي السور مانيش فاهم. انت عملت فيها عمليه توسعه اكستنسيون تاع الدار؟ ما عملت حد شيء. هذا ما عنده تو 40 سنه. ما عملت حد شيء. عندي 40 سنه نسكن لهنا والسور من عام 1993 عنده 30 سنه. جاوا باش يكسروا السور. قدمت الوثائق اللي عندك؟ قدمت الوثائق اللي عندي، مشيت للولايه توا عندها قديش سكروا لي على الموضوع وصاي جيبوا التراكس وجيت القوه العامه وجاوا الدنيا باش يكسروا لي السور. وبعد رجعوا قالوا حكايه امنيه السور. شنو السور؟ حامي جيران معناتها ويستحقوه الجيران، حتى في غسيل حتى في فرح حتى في حاجه، سترنا ستر العماره الكل. فوالا جوستومون ساترهم. خاطر سامحوني نعتذر مجددا، معنيش لايف ستريمينغ يخدم الديجيتال، ولكن الفيديوهات موجوده. السور كيف يتنحى باش تلقى الناس مباشرة حل شباك وداره على الشارع على الكيسر على حيط الديار الكل والبلاصات الكل والعمارات الكل فيها سوء. كيفاش نجيو نهدموا السور؟ نحن وين يا سي باسل اليوم؟ عمره أكثر من 40 سنة يعني حقيقة الحاجة غريبة. أنا يعني نوجه نداء للسيد ولي تونس. كيفاش تمشي البلدية يعني تهدم من غير ما تحمي الناس أمنيا؟ اتخاذ قرار قرار بالشكل هذايا نحب نعرف شنو يعني هالإنجاز البلدي إن صح التعبير اللي قامت به. أنا نعتقد أنه فما مليون حكاية ما هي أهم من هكا برشا ويتم التغاضي عنها. نحب نعرف خاصة أنه المرأة كارية، يعني أنا نحب نعرف مالكة هي العمارة. سمحني كيفاش أنت توجه زاوية أمنية تجي قرار هدم عمارة من 1993 عندها 30 عام؟ فيش قلقت بلدية تونس ولا فيش قلقت الناس المتعدي؟ اللهم هنا نقول لك والله أنا ما عادش يهمني فيك يا مواطن، وأنا نحب نطيح السور هكاك. كيف يقال لي طيح السور؟ الحقيقة الحاجة اللي جاك سارق جاك عبد يتاجر في المخدرات طيش عندك ما يهمنيش. أنا الحاجة اللي وقفت لي مخي أنت توجه قرار هدم الإنسان كاري، ما علاقة يعني فما حاجة كيما نقولوا فما حاجات مانيش شكون اللي قاعد يقرر واللي خرج قرار هذا الكيفاش؟ هي صاحبة الشقة ما تقيمش في تونس. المرأة اللي حكينا معاها اللي هي كاريه الشقة هذه معناتها تقريبا 30 سنة كيما حكيت، فما حتى تضامن؟ احنا عندنا اكيد الصور حتى فما تضامن مع المتساكنين، عاملين عريضه مسانده للمراه. خاطر باش تضر الكل كان السوري تاعك. لا انا سؤالي يا باسل، انا سؤالي ليك انت وسؤالي للناس اللي تسمع فينا، وان شاء الله ولايه تونس تتفاعل معنا وبلديه تونس ونطلب ان شاء الله حق الرد مرحبا بهم. مش خاصين السيد الوالي ولا مكلف بالاعلام في الولايه، تفضل يعطيني فسر شنو هو الاشكال اللي جد جديد؟ ما الذي تسبب به هذا السور من تهديد للأمن العام؟ لا وسع على بالك تجي تطيح وبأي حق أنت وبأي حق يتم هدم سور وخاطب إنسانة كارية؟ راهو الكاري ليس له حق لا يزيد لا ينقص، وبالتالي فما حاجة غلطة في الأصل. راهي نحكيو بالمنطق، نحن إنسان كاري كاري دار من 30 سنة 31 سنة نتجاوزها. أنا جزئية كاري مش مهم، أنا بالنسبة لي عندي مواطن حامي داره بالسور طيح له الحيط متاعه باش تلقاه منه للشارع يحل الباب في الهواء. مهم جدا باش يحميه المواطن هذاك. لأنه كيمشينا على عاي المكان زينا لقينا الكوجينة معناتها المطبخ الباب الخلفي
اذا ما كان اذا 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 نلغيو احنا الحيط هذاك السور هذاك باش يولي الباب الباب الخلفي نتاع المطبخ مباشره مع الكياس الرئيسي معنا. تو تشوفوه متصور تفهموا فاش قاعدين نحكيو سادة المستمعين بعد على صفحتنا استوديو الوطنيه سوغ فيسبوك. نكرر النداء للسيد ولي تونس بانه يتفضل يدخل معنا والا السلطات المعنيه تفسر لنا اسباب اتخاذ القرار هذا. هل هذه الدوله الاجتماعيه العادله اللي نحكيو عليها؟ بالتاكيد لا. شنو علاقتكم يعني انا نحب نعرف ما الذي تسبب به وحي التحرير يا ناس راهي منطقه شعبيه منطقه شعبيه زدت لحين الحيط والسور اللي ساتر له دار وش خليت له غدوه فما جريمه تاع محاولات قتل فما اغتصاب لا يقدر فما سرقه فالوضع العام يعرفوه الناس كل دا هذا موضوع من بعد في الساعه الثانيه مع ضيفي على الجريمه اللي منسوبها زيد قد ما تحاول الوحدات الامنيه تتصدى لها كي تجي انت تنفذ عليه البلديه اللي سونسي تحمي المواطن راهي حمايته واجب من البلديه مسؤول عليه تنحي له السور فسرون عليه عليه حيط يتنحى ما فهمتش شو اللي مقلق من ازعج هالحيط هالسور حتى نخليه دار باسل ولا دار رفيق ولا اللي هو عرضه بالعكس هو يستغلوه معناتها حتى كي سمعنا التيمونياج نتاع المراه كان معاها قال لك راهو معناتها المتساكنين نتاع الاقامه هذه معناتها راهم قاعدين يستغلوا في الفضاء هذايا معناتها في اي خاطر نعرفوا ديما احنا السكنة في الشقق هذيك تكون ضيقة شوية اللي عنده أي مناسبة ما نجمش معناتها ما عندوش مكان معناتها قالت أنا في السور هذايا في الفضاء هذاك فما برشا متساكنين يستغلوا فيها معناتها أي مناسبة وهذا كما قلت أنت زينة باش نحاولوا نتبعوا الموضوع هذا لأنه الموضوع هذا نحسه معناتها شائك شوية ويلزم برشا أطراف توضح لنا الصورة. الموضوع عند ولاية تونس اليوم ما تنجم تفضها كاين ولاية تونس وولاية تونس يفسروا للعباد عندك بلان بي مش تعاود تبني له كي طيح له والهدم علاش يجي قرار الهدم يجي وقت يكون فما خطر على الناس انت اليوم هذا الحيط يحمي في الناس مش خطر عليهم باغ كونتخ وقت اللي باش تهدم حيط دار وحيط عماره باش تحط الناس في خطر داهم ما عندك حتى حل ما عندكش مبرر البلديه وغيرها ما فماش فيصل كيف تم وقف تنفيذ القرار ولا نفذ؟ لا لم ينفذ لحد الان لم يتم معناتها تنفيذ القرار معناتها لاسباب امنيه الاسباب امنيه والقرار هذا فقط مهم برشا زاد الوثائق اللي عندنا اكيد باش تشوفوها وتطلعوا عليها القرار هذا راهو كان معناتها في اوت 2023 معناتها جاء قرار من اوت 2023 وعاودوا لكن جماعة الأمن في كل مرة يقول لك معناها مشكورين والله يعاون الأمن تحية اليوم جي للبلدية تبعث لهم قرار كي يخرجوا يعرفوا لي الكلام اللي كنا نحكيوا فيه صحيح ويعرفوا ما أخطر منه الوضع دونك الأمن يأجل لأسباب أمنية يقول لك أنا ما ناخذش قرار الهدم يعاود شكون قاعد يحير اليوم فاش تعمل البلدية ما فهمنيش فيصل اتصلت بهم البلدية شفت احنا أكيد احنا باش نحاولوا غدوة باش نتصلوا بالوثائق اللي عندنا باش نتصلوا بالبلدية وباش نتصلوا بالولاية بتاع تونس السيد رئيس البلدية السيد ولي تونس مكلف بتأشير البلدية التأشير في كل مرة البلدية تبعث والأمن يقولها يتعذر علي التنفيذ لأسباب أمنية حمل الأمن مسؤولية دونك الأمن يقول لك لأسباب أمنية ما نهدمش قانونية أساسا قانونية لأنه الأمن واجب حماية أرواح المواطنين وبالتالي تحية لأعوان الأمن اللي قالوا لا لن يكون لنا طرف في تنفيذ هذا القرار لأنه سيكون هنالك تهديد حقيقي لحياة وراحة وأمن تعرف التهديد الحقيقي شكون السيد المسؤول اللي في كل مرة الأمن يقول له لاسباب امنيه راه ما يلزمكش يتهدم السور وهو يمشي عاود في كل مره يعمل غلط شكون شنو مصلحته كي يخلي الناس في خطر يعني وهوني ممكن زميلنا فيصل يقول لا السور هذا شنو مسبب من اشكال ما عندوش حتى عائق سوري يستر في دار يعني سامحني ربي سامحوني كيف تحاولت فيصل غادي هل فما ما يوحي في مكان السور هذا كانوا فما اشغال ولا فما مشروع باش يتم تنفيذه ممكن مد شبكات غاز ولا مد شبكات مصانع الشراب ولا صيانه ولا هاتف ولا لا لانه ساعات زينا نعرفوا في الاشغال هذيا يتم هدم اذا كان فما اسوار معناها انا تو نسال لا رفيق هو فما حتى شيء معناتها السور هذايا معناتها ممكن يعني هل يكون يكون الهدم ممكن ظرفي ومن بعد يعاود يتم بناء سور مره اخرى من جديد ما عندوش حتى تاثير وما عندوش حتى عائق كان جا فما عائق مشروع يعني هل فما مشروع مبرمج بالعكس عنده تاثير عكسي كما قالت وحده الامن ما نفذش انا الهدم لانه البلديه ما تعرفش شنو هو الخطر والمفروض تعرف البلديه شكون اللي في البلديه المفروض قبل هذا الكل معناتها تتبنى حاجه تكون موجوده البلديه حتى لو كان معناتها ما نعرفش انا برخصه ولا من غير رخصه التشييد من الاول تكون البلديه على علم 30 سنه راكم تحكيوا على بناء 30 سنه
من عام 1993 ورانا نحكيه على صحة مواطن، راو حماية المواطن، راي الدولة مسؤولة على حماية المواطن من الجريمة بأنواعها. كي تجي مؤسسة عمومية السيد رئيس بلدية ما نعرفش في باله ولا ما في بالوش بهالقرارات، مكلف بالتشييد دائرة، هي من المفروض دائرة بلدية في حي تحرير تتبع وراء محاولة هدم حيط سور باش تخلي الناس منهم الربي في الليل وفي النهار، وشنو باش تستفيد غدوة كان تصير جريمة؟ شكون باش تحمل المسؤولية؟ نعم، هذه الأسئلة اللي ننتظروا إن شاء الله غدوة يشاركوا معنا، وزميلنا فيصل مشكور يمشي مواصل في الموضوع أكيد معاك فيصل غدوة، في عينك على الإدارة نحبوا نخدموا مع خاطر مش معقول مع كل مش الأطراف مش معقول، خاصة عندك عريضة من أكثر من مواطن مصحين يقول لك رانا هوني باش يحطونا في خطر ورانا نعترضوا، تجي قوات الأمن في زوز مناسبات تعترض عن تنفيذ قرار الهدم لأسباب أمنية، ومع ذلك الدائرة البلدية مصرة في كل مرة الحاحة. عليش وضعية المرأة زاد الاجتماعية، معناتها كي مشينا راهي وضعية اجتماعية، معناتها تسكن معها زوج بناتها، معناتها وضعية أولا حقها واجبنا نحن كإعلام عمومي الدفاع عن مصالح المواطنين، هذا هو دورنا بالأساس، ولسنا ممثلين لأي مؤسسة أو إدارة أو سلطة، راهي هوني نحن الإعلام العمومي واجبه الدفاع عن مصالح المواطنين. فيصل شكرا على الموضوع، مهم جدا، مواصلين معك غدوة في عينك على الإدارة، ونمشيو لهم الإدارة، احنا بالأساس راه في فقرة عينك على الإدارة ما نتصلوش بالإدارة، احنا نمشيو نسلط الضوء عينينا على الإدارة على خلل معين، ولكن للمصلحة العامة ومصلحة المواطن الفضلة والخطر كما قال لك نساء يعيشوا وحدهم تجي طيح لهم صورة طيح لهم صورة خليهم في غدوة نمشيو اكسبسيونيلمون نمشيو للإدارة معك غدوة فيصل، ولاية تونس ماذا بينا نمشيو نتصلوا بولاية تونس وشوف لنا شكون وراء هالقرار، السيد المكلف بالتسيير هل هو على علم ولا فما شكون من وراه؟ الله أعلم، بالك شي غلطين في البناء، لا هو لا الوثائق اللي عنا تثبت معناتها بالأدريسة الصحيحة، معناتها نفس الشقة ونفس احنا وين سي باسل المكان. والله نحن في نهذا لا هذا غير مقبول، خاصة أنه اليوم مشروع البناء والتشييد للدولة الاجتماعية العادلة يتناقض شكلا ومضمونا مع كل هذه الممارسات، وهذا اللي قاله رئيس الجمهورية، قاله كل مسؤول يهبط على الميدان، راكم مش كل شيء لازم يتدخل الرئيس ولا يجي المواطن ولا يكتبوا لي للقصر باش احنا نعاودوا وينهم هذو وين هذا الأمن شاف الخطر ونحن فقنا كأعلم بالخطر وهما شيء بلدية يعني مغيبة تماما. نقول للسيد عماد بخريس ولي تونس نحبك تكون في الميدان صح. وتعاين ما يجري وأن تكون أنت إنسان محترم جدا محترم وله كل الاحترام والتقدير، وبالتالي نطلب منه بكل ود أنه يتصرف صح. حفاظا على مصالح وحياة وأمن المواطنين التوانسة في تونس العاصمة. شكرا باسل ترجمان، شكرا فيصل شاب، وشكرا رفيق دريدي.